Welcome back to my channel. اهلا وسهلا بقناتي. واليوم الفيديو حيكون فيديو سلس وسريع، وحكون عم بحكي فيه على الترافل اسينشلز، يعني المستحضرات اللي باخذها معي لما بسافر، يعني انا وبالطياره شو باخذ معي انا على الطياره. اذا حابين تعرفوا شو هن بليز كيب واتشينج، كمان دونت فورجيت تو فولو مي على البلاتفورم الاساسيه تبعتي اللي هي الانستغرام، وتعملوا سبسكرايب لهيدي القناه على اليوتيوب. فخلينا نبلش. انا لما بسافر بحياتي ما بروح على المطار حتى ميك اب، انلس يعني كنت مضطره انه كان في ميك اب عندي على وشي ورحت فيه على المطار. دائما بروح على المطار محضره حالي، بنطفى وشي كومبليتلي من المكياج، شلون يكون في ولا شيء على وشي. خاصه انه لما بسافر كثير بشرتي يوجوالي كثير تتحسس، ودائما دائما بعد السفره بيومين بصير بيطلع لي حبه وشي وبتحسس كل وشي. فالقصص اللي معي هلا هون، في منها سكين كير برودكتس اللي بتخليني مثل اني امنع ماي سكين انه يطلع فيها حم. ف سنس بروح انا على المطار بلا مكياج، ما باخذ معي ابدا على الطياره ميك اب ريموفر لانه اي دونت نيد ات. بس اذا بتحبوا تاخذوا معكم ميك اب ريموفر، احسن شيء ممكن تاخذوه اي ثينك هو لايك انفيسر واتر او لايك وايبس، بس ترافل سايز لحتى ما تاخذ معكم مساحه. So, لما بكون على الطيارة باخد معي هيدا الشيء اللي هي مثل باوتش ترانسبارنت لحتى اقدر انا اشوف فيها اكزاكتلي شو فيه، وهيدي من ماك. They gave us this bag لما كنا مع ماك for the Fix Plus launch، فكتير حبيتها ان خليتها معي وهي باخذها معي وما بسافر على الطيارة. فاول برودكت هو سكين كير، اللي هي اول ستيب بعملها مع الطيارة اللي هي سيروم. السيروم هيدا هو the concentrate من لامير، خليني اطلعه من الباوتش. So this product اللي هو the concentrate من لامير، هيدا عبارة عن يعني مش انه البست فرند تبعكم لازم يكون اذا انتم بتسافروا كثير، هيدا ما لازم تشيلوه من الترافل باج، لانه هيدا عبارة عن سيروم بخلي بيشتغل على المناعة او الديفنس تبع البشرة. يعني اذا انتم بشرتكم بتتعرض بشكل كثير سهل انه يطلع فيها حب، هيدا البرودكت بيشتغل على انه يعمل مثل شيلد للسكن، بيحميها بيغذيها بيقويها بأول مناعة بأول ديفنس، فما بصير بقى حيل لشيء ممكن يخليكم يطلع لكم حبي وشكن. و I swear on this product، هذا المستحضر يعني من وقتها أنا استعملته كل ما بسافر ما بتطلع لي حبة. يعني إذا كان يطلع لي 10 حبوب بصير بيطلعوا واحدة وربع بدل ما يكون يطلعوا لي 10. اللي مثل ما أنا على الانستغرام لاحظ بالفترة الأخيرة كيف بشرتي كثير كانت عم تتحسن، كيف الحمد لله صارت لك سوبر صافية، والفضل بيرجع ل لماي برودكتس لماي هيلثي لايف ستايل ولكل هالاخبار. بس هذا البرودكت بيلعب دور كتير كبير اذا عندكم انتو اكني برون سكين. اول مره they sent it to me، the second time I got it من duty free. This is a new packaging by the way، غيروا الباكجينج، this is a new shape او look للconcentrate. بس انا usually I get it من duty free، I like shopping بالمطار. ف you can easily get it اول ما تطلعوا بالطياره بمطار دبي، usually I get it terminal 3. They have a beautiful counter، فهونيك دائما بروح وبجمع قصص اللامير اللي عايزتها وبسافر فيها. So this is بالنسبة لأول product. تاني product بخدمه معي على الطيارة بالنسبة للسكين كير هو الماسكينج. عم بمشي معكم step by step. فالماسكينج أو الشيت ماسك شيء كتير أساسي إذا عندكم قطو طيارة طويلة لحتى تحبسوا الموشر بالسكين، لحتى تضبوا your skin بشكل اكسترا بشكل اكتر. الماسك المفضل عندي حاليا هو التريتمنت لوشن شيت ماسك من لامير. اي لاف لامير برودكت، وات كان اي ساي. ف ذس وان هو عباره عن الانينه تبعت، مش الانينه كلها يعني، بس انه ذا تريتمنت لوشن اللي هو سوبر فيموس، اتس ا بيست سيلر عند لامير، عاملينه على شيت ماسك، فهيك بتضبط وشكم بشكل كثير اساسي. فيكم باي ذا واي تحطوا هيدا قبل هيدا. انا فور مي وين كمز سكين كير يعني كله عم بفوت على سكين، فا ات دزنت ماتر. Yeah, I use this as like masking. So put it and name on the other, or just put it on when I watch a movie or whatever. So I use this. You could start with highlight sheet mask if you like it. Highlight sheet you can use it. Highlight sheet you prefer. Third step, especially if you want to be dry, it's very essential to contrast it with a cream that's very rich and thick. So obviously, since I love La Mer, I'm relying on them for a long time. It's better to rely on them. I use the La Mer cream, the La Mer, the famous, the original one. يعني. I have this in travel size, so this is perfect. قرب يخلص. Actually, almost خلص. أنا مش مبين عليكم على الكاميرا. But you can use any cream you want, any cream you love. This is my favorite. Another favorite that I used to take with me, اللي هو the Charlotte Tilbury Magic Cream.
this product كمان I use it a lot. It's super rich, كتير غني, كتير كثيف, كتير بيرطب بشكل منيح, بيعطي هذه beautiful glow. ف this is another amazing option, Charlotte Tilbury. تالت أو رابع شيء بالسكن وآخر شيء بعمله تقريبا لماي سكن أو كمان بنام فيه اللي هو ال under eye masks. You can use any under eye mask أنتو بتحبوه. فيكم تاخدوا معكم كريم, فيكم تاخدوا معكم الترافل سايز الكيلز الأفوكادو كريم, هذا كتير بيرطب بشكل كتير حلو. هلأ من وقت ما رحنا على كوريا من فترة جبت معي كمية كبيرة من التوني what is it called? توني مولي الماسكس تبعهم, فبقى عندي كتير قصص من هول. فلكن ما بيخد عندي سفرة, كل ما بيكون عندي سفرة بيخد هود البادز اللي بنحطوها تحت العين. منن واو بس انا بيرطبوا فبحطهم وبتركون على عيوني لحتى ينشفوا. فهذا هو تقريبا كل شيء للسكين كير اللي بعمله انا على الطياره. اهم شيء بتاخذوا معكم سيروم او اويل دروبس بيشتغلوا على الديفنس او المناعه تبعت البشره لحتى ما تتحسسوا من الطياره او تنقذوا من النشفين بصير على الطياره. بتاخذوا معكم ماسك ليحبس الترطيب, بتاخذوا معكم كريم مرطب حتى لو بشرتكم اويلي. يو هاف تو دو اول ذي ستيبس لحتى ترطبوا كثير السكين, وكمان ان اندر اي كريم او ماسك او وات ايفر يو وانت. جست اهم شيء المهم الخلاصه من كل هالاخبار هي انكم تعتنوا ببشرتكم, تشربوا مي از ماتش از يو كان. هلا حنتقل للقصص اللي علاقه بالبيوتي. سو وانس ام دان من السكين كير ومثلا قبل ساعه ما ننزل او تلاند, اذا كنت مثلا I'm gonna meet someone, is if I have a collab and they're waiting for us and we have to meet with them directly, whatever, بحب ان يكون شكلي مبين طبيعي. So I do this look اللي هو my everyday easy quick makeup look. فاللي بعمله هو انه بحب اخذ معي قصص handy, يعني قصص انا منه ما بيلا بكوني بالطيارة. I hate taking liquid foundation, بحب قصص هيك دغري تك 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 ونخلص الميكب بالحمام 5 minutes. ف I feel like I'm talking too much. Anyway, I don't take a primer with me على الطيارة كز بتكون بشرتي super ناشفة ف already بتكمش الفاونديشن. ف الفاونديشن اللي بيخلو معي او الفاونديشن اللي I'm loving recently وبيخلص بتوزيعه ولا اسهل من هيك, you don't even need a beauty blender to blend it, يلي هو the hourglass, شو اسمه مزبوط, vanish foundation, يلي هو foundation stick بيجي. I'm sorry, I use this product. هالفاونديشن هو عبارة عن فاونديشن ستيك, فكتير سهل استعماله. لكل اللي عليكم تعملوه انكم تاخذوا البرش, اي برش يو وانت, اي لايك ذير برش, بحب الاور جلاس برش, بتشتغل كتير مزبوط مع الفاونديشن بتوزيعه وعاملينها خصيصا لأله, فلما بوزعه اي دونت ايفن نيد بيوتي بلندر لحتى طبطب فوقه يعني. فباخذ الفاونديشن برش بقطع الفاونديشن اند ذن اي جست سبراي ذا فاونديشن. Anyway, بقطع الفاونديشن اند ذن اي جست بلند ات اون ماي سكن بشكل دائري بوزعه على البشرة. And ما معقول قد ايه بيغطي. Anyway, I'm gonna do a tutorial soon using this لتشوفوا قد ايه حلو. الكولر رينج تبعت هيدي البراند او تبع هذا الفاونديشن كثير حلوه, خاصة للناس اللي عندهم جولدن او اوليف اندرتون او يلو اندرتون. فيا this makes me happy because I'm super yellow. بالنسبة للكنسيلر فيكم تاخذوا حيلا كنسيلر انتم بتحبوه, حيلا شيء انتم مقتنعين فيه, works with you اللي بدكم اياه. انا هلا عم بحب كثير الفانتي بيوتي كنسيلر باللون 210. This is what I'm wearing today. I love it. It looks flawless. It blends perfectly. بزعه بنفس السبنج اللي عاملينها فانتي بيوتي, ما بعرف شو اسمه, بس عاملينها خصيصا لهذا الكونسيلر. فا it's perfect. كمان السايز تبعها كثير منيح للطياره اذا بدي كمان اعدل القصص بالفاونديشن, ف it's amazing. This concealer اسمه Pro Filter Instant Retouch Concealer. مثل ما قلت لهم اللي بستعمله هو 210. بالنسبه للباودر ما باخذ باودر لثبت ولا شيء على الطياره لانه اوريدي بشرتي ناشفه. فبحسها بتشرب البرودكت يعني, ما بحس ما في داعي ابدا اني اثبت ولا شيء ولا حتى تحت عيوني, تحت عيوني كثير بنشف على بالسفر. بالنسبه للبرونزر والبلاش والهايلايتر هدول القصص اللي احنا ما فينا نعيش بلاهم هون, اللي هن بيعملوا فرق كثير كبير بالستركتشر تبعت السكن او تبعت الوش وكيف مبين هيلثي او ويك. في عندي تو اوبشنز هون حطيت لكم اياه هون. اول اوبشن هو من نارس اللي هو بتلاقوه لما بتفلوا من سفورة على the check out من سفورة, بتلاقون how they have the travel size stuff. سفورة they have the best travel size products, عندهم قصص كتير هيك يعني حلوة للسفر للطيارة. ف I took this مثل ما شايفين I use this a lot
كل ما بسافر ما باخذ الا هذا معي اللي هو عباره عن لاغونا which is one of my favorite bronzers وأورغازم اللي هو one of the most famous blushes. فعند اثنين بواحد هون bronzer وبلاش بحجم كتير صغير ولو الزعن بيخذ معي هيدي البراش من ريل تكنيك. هذا بتلاقون بوجوه مش بوجوه سوري بلايف ستايل بجوكم من لايف ستايل. فهودي بيجوا مثل ست للسفر في اسا واحدة تالتة اللي هي للبرونزر بس ما انا موجودة لها معي هون. ف this is perfect اذا بتكون للفاونديشن او الكنسيلر هيك كثير منيحة اذا بتكون توزعوا البرونزر او شوية بلاش او حتى شوية هايلايتر او باودر whatever بتكون ايه. في واحدة بتجي انجلد perfect للكونتورينج فبستعمل هيدي وتوعية الكونتورينج للبرونزر بعمل هيك بوزع عادي بعدين برجع باخذ البلاش بشكل كتير سريع بنفس الوقت look it just looks perfect. I use on my skin today exactly اللي حاذكرهم بالفيديو او اللي عم اذكره بالفيديو لنشوف exactly كيف بطلع. تاني option بالنسبة للبرونزر والبلاش this is not a blush this is a bronzer and a highlighter بس كمان بتجي perfect للسفر لانه بتجي كمان اثنين بواحد اللي هي من Charlotte Tilbury اسمها Film Star Bronze and Glow. بحب كتير لون البرونزر تبعها هون لانه كتير بيجي طبيعي ما بيجي over والهايلايتر هيدا مش معقول شو حلو يعني it's stunning لك شو حلو لما تبعته بتجنن. فهيدا another option اذا بتكون bronzer وهايلايتر على طيارة. I personally prefer bronzer and a blush. I'd rather have a blush on my skin حتى بحس ما بعرف البلاش بيكمل كل شيء بالميك اب. An amazing option كهايلايتر فيكم تاخدوه هو كمان هيدا من Hourglass يلي اسمه Champagne Flash. أنا personally على الطيارة بحب إني أخذ معي هايلايتر كريمي لأنه بحس لأنه بشرتي بتنشف بحس بيطلع أجمل على my skin وهيدا صاير a favorite عندي بالفترة الأخيرة حطيته already على وشي صار له فترة وهيك بيطلع. هيدا هو هيدا هو الهايلايتر هيك بيطلع لونه أو شكله ولمعته كتير حلوة قوية بس في الوقت منا شمري يعني منا over يعني بتعطي بس كأنه your skin هيك عم is glowing والحلو فيه كمان انه صحيح it's creamy highlighter بس it blends over powder بشكل حلو يعني ما بيلزق على الباودر ف I love this البلندنج تبعه او الدمج تبعه كتير حلو. الحواجب so you have two options يا بتاخدوا قلم او personally انا افضل اني اخد قلم او مسكارا على اني اخد powder palette لانه هودي اسرع واسهل وما بياخدوا كتير مساحة. كقلم I love taking precisely my brow pencil من Benefit باللون 5 لانه بيجي كتير رفيع وكتير دقيق وبقدر اعمل فيه حواجب بسرعة او اذا بتحبوا تعلموا حواجبكم بس بدكم بس مسكارا. هالفترة الأخيرة I've been loving هذه المسكارا تبعت البراوز من Glossier. هذا اللون بيجي اللون البني الغامق بس بيعطي سوري صحيح بني غامق بس اذا شعركم اسود بيطلع كمان كتير حلو وهيك بحسه بيعبي الفراغات بشكل كتير نظيف وطبيعي يعني ما بيبينوا حاطين شيء على حواجبكم بنفس الوقت الحواجب بيبينوا معبيين بشكل حلو ومرتب. هلا انا حواجبي anyway are a disaster لانه كل شعر سمكه هالقد على حواجبي ما بعرف ليه و they're out of control بس هيدا بشغل كتير منيح على حواجبي انا and I love it. So this is Glossier Boy Brow باللون dark brown. بالنسبة للآي شادو بستعمل البرونزر كآي شادو ما بياخد معي آي شادو أو الأكتوال آي شادو بحالة على الطيارة. بحب استعمل البرونزر لأعمل كونتور للعين من فوق ومن تحت and that's it. بحب ركز أكتر على المسكارا أو على my lash extensions أو على الأيلانر. ما بعرف ليش بهالفترة الأخيرة عم بحب كتير لوك الأيلانر عم برجع إني أحط أيلانر كتير فعلى الطيارة بحب إني أخد معي شي سهل استعمله لحتى ما أتلبك فيه وعارفة إنه كون ماني حقدر نصححه اللي هو The Next Professional Makeup Epic Ink Liner. هيدا الايلانر كتير سهل استعماله ريشته كتير سلسة كتير سهل رسم فيها كتير دقيقة البلاك تبعه حلو It's not matte إذا بدكم matte you can use the Grandiose من Lancome I love this one a lot بس هيدا this is a liquid liner this is a pencil liner فهيدا الاوبشن number one بالنسبة لي and I've been using this every day for the past like month تقريبا في الشهر اللي فات عم استعمل هذا تقريبا كل يوم I love it.
بالنسبه للمسكارا انا انا مسكارا بيرسون لانه هلا بالفتره الاخيره كثير عم بحب اللاش اكستنشنز فما ما بحط كثير مسكاراز بس اذا اضطريت او ما كان في لاش اكستنشنز anything that does volume بياخذوا معي especially اذا كان a travel size mascara فهيدي travel size بيعطيني اياها شارلوت تيلبري اسمها full fat lashes this is one of their best sellers it's a really good mascara اذا بتكون volume وطبيعة وكمان تطويل وطبيعة on the lips you have to take a lip balm with you ما بياخذ معي حمرة بياخذ معي lip balm lip balm شوي tinted لحتى تعطيني هذا ال rosy nice feel I'm loving هيدا من Glossier اللي هو cherrybalm.com So هيدا lip balm مثل ما شايفين عنده tint بيجي لونه هيك مثل شوي على cherry والحلو فيه انه منه يعني it's super light يعني okay I have a lip balm on بس you forget انه في شيء عشفيفكم لهيك كتير بحب Glossier products they're so natural وكتير بحب التنت تبعيت this one اللي هو the cherry you can take anything you want. You can take حمرة ما إذا بتقولي اللي بتكوني. بس أنا personally I prefer إني أخذ معي شيء بيرتب. آخر شيء فضل هو إنكم تاخذوا معكم شيء بيرتب نفس الوقت بيثبت الميك اب. ف the best option هو أكيد Fix Plus. يعني this is the best thing you can think of. أخصر إنه travel size. ف الحلو بالFix Plus إنه بيثبت الميك اب بيخلي الباودر فيه اللي يختفي عن السكن. بس إذا ما تكون حاطين باودر على your skin. It can be a great way in contrast but it can for the makeup. So this is why I love to take it with me. So guys, that's pretty much it. تقريبا كل شيء بيخذوا انا معي على الطياره بيخذ معي كمان هاند كريم وقصص بس اليوم حبيت احكي اكثر على البيوتي ستاف بيخذ معي فيتامين سي يو هاف تو تيك يور فيتامين سي لحتى ما تفقعوا جريب اول ما تنزلوا من الطياره خاصه اذا كان المحل بارد فلازم تقوي المناعه تبعها تكون فيا كل هالقصص ماي هاند كريم هو من سول دي جانيرو This hand cream أجمل ريحة هاند كريم بالعالم ريحته مش معقولة أوه so good فا yeah هذا هو كل شيء كنت متوقع الفيديو يكون قصير طلع الفيديو ساعة ونص فا I'm really sorry على كتلة الحكي بس when I like to explain something بحب إني عن جد أفسره مظبوط فا yeah that's all guys thank you so much for watching let me know in the comments شو هو your travel essential أو المستحضر اللي ما فيكم تستغنوا عنه بالسيارة لحتى كلنا هون نستفيد من بعض بالتعليقات فيها thank you guys so much for watching don't forget to follow me on my Instagram my main platform تعملوا subscribe لهذه القناة وإن شاء الله بشوفكم in my next video love you guys